نؤكد عدم وجود أي أزمة بالمشتقات النفطية كافة، ومنتوج البنزين متوفر بالمحطات الحكومية ومراكزنا التوزيعية ومستودعاتنا وبوفرة، وعدم وجود أي مشكلة أو أزمة. لكن فقط يجوز للمواطن الصبح دي يشعر أكو ضغط على التجهيز، والسبب هو صراحة إن كما تعرف جنابك والسادة المواطنين الكرام بالإيقاف الإنترنت لغاية الساعة 8 صباحا بسبب الامتحانات الدور الثاني الوزارية، أعتقد للصف الثالث المتوسط، فيسبب لنا طوابير صراحة، يعني لأن إحنا نظام البطاقة الوقودية يعمل على الانترنت حصرا، يعني الباركود يعمل على نظام الانترنت، فتوقف الانترنت من الساعة 6 صباحا لغاية الساعة 8 صباحا أدى إلى عدم افتتاح المحطات من ساعات الصباح الباكر، تم تأجيله لغاية الساعة 8 عند عودة الانترنت. خزين موجود عندنا بمصفى كار، كميات يعني لا بأس بها، يعني كميات تمشي عدة أيام، والمصفى كار شغال، مصفى الصمود بغداد، هيئة تجهيز والسيد مدير عام، دعم مستمر لمحافظة نينوى. صراحة منتوج يصلنا حتى من مصفى كربلاء، منتوج محسن يصلنا من مصفى كربلاء مرات، وأمور طبيعية جدا. الأهلية أيضا هيأخذون حصة؟ طبعا نعم 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 نعم، ماكو عدم وجود أي مشكلة لا بنقل ولا توفر منتوج. المواطن يمون علينا وإحنا بخدمة المواطن، ويدلل علينا المواطن أي مشكلة، أي شكوى، أي استفسار، إحنا مكاتبنا مفتوحة بمقر الدائرة، أرقام وحدة متابعة السيد مدير فرع، شعب التفتيش نينوى لا يدخرون جهد بمتابعة المنافذ التوزيعية والبلاغات والشكاوي، إحنا حاضرين بخدمة المواطنين، وش يحتاجون يدللون.